اليوم عندنا لقاء حس ما عندنا لقاء ما عندنا شيء حس طبيعي انزين كيف رمضان معاكم؟ والله والله العظيم يعني نشكركم والله لسه احنا فاهم انا حيصل لقاء عشان ما خلتني اقول شيء كيف اللقاء يعني كيف اللقاء؟ كيف سبواقف؟ بصراحة رمضان سبواقف لحظة سبواقف ترى وايد حلو خلاص تعالوا وانتي يا نور كيف سبواقف؟ والله رمضان سبواقف نور طلع الكاميرا قسم بالله ايش كان ياسمين انا مذيعة مو بنتي تسأليني صراحة نشكركم على المتابعة وكان طبعا لقاء حلو لا يا ريم عكبت كات وبس اقول لكم احنا رايحين المطعم ناكل ريم شو تسوي ترى طبعا في اسرار ما نقدر نقولها بس انا عشانه كثير حلو الكاميرا مقصود ريم الكاميرا فايلة لو سمحتي انت حكرا ريم الكاميرا معوضة عارفينها